في مكان بعيد عن الأنظار وعن الاهتمام تعيش مئات الأسر ويسعدها وصول كل ما هو قادم من البر. في جزيرة عبد الكوري التابعة لمحافظة سقطرى يمثل وصول سيارة خبرا يسعد كافة السكان البالغ عددهم 1000 نسمة وفق آخر الإحصاءات. تعيش هذه الجزيرة عزلة مكتملة الأركان، لكنها بلغت الذروة في الأشهر القليلة الماضية حين ضربها إعصارات شابالا وميجي، حيث ما يزال الدمار واضحا في مختلف الأرجاء والخدمات. هرب الأهالي جميعهم كأسرة واحدة من الإعصار، وبذات الطريقة عادوا، لكنهم وجدوا كل شيء مدمرا تقريبا، وها هم يحاولون النهوض من جديد، لكنه نهوض ليس دقيقا في توقيته. كل شيء في الجزيرة يدعو إلى التعاطف، حتى طريقة عرض المشاكل والأزمات وتوجيه الرسائل التي دارت أكثرها حول المعاناة من الحاجة إلى الماء والحاجة إلى التعليم. نريد التعليم من الحكومة. جزيرة عبد الكوري حتى الكاميرا لا تصلها إلا في النادر، ولا يلتقط كثير مما يدور فيها ويترك للنسيان، كما هو حال القطعة الملقية في بحر واسع، وإن كبرت وإن كان عليها ساكنون.